هذا حاليا طاق كسرى اللي أسسه هو آنو شروان الفارسي بعد الحرب اللي صارت بين الروم، وتأسس هذا المكان وصار إيوان كسرى. إيوان كسرى يمثل اللي هو القصر الأبيض للمكان، يعتبر من الأماكن الجميلة، انبنى بدون دعامات تشوفون الفن، بدون دعامات تسند هاي المنارة، على شكل هندسي وفني معماري جميل. هذا القصر انبنى على نظام الهندسي القديم، مكانه على النهر دجلة وعلى الخضار الصار، وعمره 1500 سنة، انبنى بسنة 540 ميلادي، وأخذ المسلمين استحوذ عليه بسنة 600 هجرية، وصار مسجد وتعرض إلى فيضان والمكان اندمر وتدثر، ولا حروب ولا هذا حاله، بعد محافظ على الشكل له. بناء الملك آنوشروان الفارسي كان من مميزات هذا القصر اللي هو إيوان يضم الحاشية الملكية، وهذا الوسط ينظم الجانب، وهذا القوس من الأنظمة المهمة والهندسية اللي انبنت بدون دعامات. وإلى الآن أكو رسوم وشي، للأسف من يقدر ندخل جوه بسبب التلف البيئي، لأن يضم مشاكل وخطورة وسقوط له. تعرض الكثير من العصور والأحداث اللي مرت عليه، أولاً المعارك والتهديم والتحطيم، وبعدها الفيضانات اللي دمرت أجزاء منه، وبعدها آخر شيء الحرب اللي صارت واندثر بعد 2003 اللي حكمت العراق بزمن الدولة الساسانية، اللي حدثت معركة كبيرة اللي هي معركة أنطاكيا بين الروم وبين الفرس، اللي انتصر بيها الفرس وأسسوا دولة، وهذا طاق من ضمنهم سمي بإيوان كسرى. إيوان كسرى معناتها القصر الأبيض أو القلعة البيضاء في ذلك الوقت. عن حضارة العراق كلياتها أكيد. زين، أنتم فرحانين اليوم هذا المكان؟ إيه.